مشاهدي قناة المغربية، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا إلى هذا الموعد، برنامج قناة الصحف لهذا 9 من أكتوبر 2016. وبداية قراءة سريعة في بعض العناوين التي ميزت بعض الصحف الجزائرية، نبدأها بجريدة الخبر. الخبر التي اهتمت بمصنع الأمونياك الذي اشترته الجزائر من إسبانيا، وكان فيه يقولون فيه اتفاقية تمت تحت المائدة وفيها الكثير من تجاوزات القضائية، وعنوان عريض إنابة قضائية إسبانية لسماع مسؤولين جزائريين. تقول بعض المصادر أن بينهم أحد الجنرالات السابقين في الجزائر الجنرال حشيشي. ليس أول مرة يتم تحذير منه. البنك العالمي يتوقع سنة صعبة للجزائر. هناك معادلات ذات مجاهيل عديدة يصعب حلها، نقرأها في عنوان حول صندوق التقاعد. يقول لا زيادة في الاشتراكات ولا تراجع عن رفع المعاشات، صندوق التقاعد مطالب بإيجاد مصادر تمويل جديدة. سكان قرية واد مرة وهم سكان منطقة الأمين العام السابق للأفلان بالخادم، سكان هذه القرية يردون على سعداني في تجمع ضخم ويقولون له توضأ قبل أن تتكلم عن جبال القعدة أرض الشهداء والمجاهدين. الأستاذ صالح دبوز أودع طالبا بذلك لدى قضاء التحقيق، محامي متهمين في أحداث غردايا يطالب باستدعاء سعداني وتوفيق. السوق السوداء تفرض نفسها على مباراة الجزائر والكاميرون ونفس المشاكل تعود. تقول الخبر أن بورصة التذاكر ترتفع. إلى أخبار اليوم، فتنة التقويم الهجري تستمر في الجزائر. يقولون أن الوزير الحالي وزير الأوقاف هو الذي أحدثها، وعنوان عريض عاشوراء تشعل معركة بين عيسى وجمعية العلماء. طوارئ حزبية وتصريحات مثيرة، عنوان آخر نقرأه في أخبار اليوم. والتشريعيات تشعل الساحة السياسية يقولون. ويحيى يحذر الجزائريين من أشياء مخيفة وغير ظاهرة للعيان ويقول الجزائر تمر بظرف صعب جدا، ولكن هو كان يقصد أن الأرندي أو أكد أن جاهزية الأرندي للاستحقاقات القادمة. إلى السياسي، المشوار السياسي، الرئيس متحكم في كل الأمور، هذا ما قاله يحيى في ندوته الصحفية. أكد كذلك أنه مطلع، يعني الرئيس، على مختلف الملفات التي تهم البلاد. وأحداث غردايا فتنة طائفية ومناورة داخلية وخارجية ليس كما ذكر سعداني. وزير التجارة أو وزارة التجارة تتحرك لمصادرة المنتوج وتفضح المنتجين وتقول أن فيه خل مغشوش يغزو الأسواق الجزائرية. بن غبريت، كشمار الاحتجاجات يعود إلى قطاع التربية، إضراب وطني شامل في الثانويات هذا الشهر. الرائد، الأرصاد الجوية تحذر وتتوقع استمرار موجة الحر طيلة أكتوبر، وتقول حرارة غير اعتيادية في فصل الخريف وهاجس الجفاف بدأ يصيب الفلاحين. إلى دائما عودة إلى تصريحات يحيى في ندوته الصحفية، ويرفض التعليق على اتهامات سعداني للفريق مدين وكذلك بالخادم ويدافع عنهما بحذر. عودة إلى محمد عيسى والذي قال أن لجنة الأهلة هي التي تحدد التقويم الهجري وهو يخضع لمقاييس، وتبقى دائما هذه الفتنة قائمة بين بن عيسى وجمعية العلماء المسلمين. ليبرتي نطق بالفرنسية، عادت هي الأخرى لتصريحات أويحيا، وتقول بعد اتهامات سعيداني أويحيا يدافع عن توفيق والمخابرات. وتصريحات لويزا حنون جاءت كعنوان في ليبرتي أيضا، حيث قالت أن الانحطاط السياسي وصل إلى الخطوط الحمراء. لكوتيديان دورو هي الأخرى تحدثت عن تصريحات أويحيا وركزت تصريحاتها على
في ندوة صحفية وتقول أن ما لم يقله يحيى حول سعداني غردايا والحركة وضباط فرنسا. مباراة الجزائر الكاميرون عنوان عريض كذلك لكوتيديان دونو، تكون الانطلاقة الجديد أو الانطلاقة الجيدة عفوا. عنوان آخر نقرأه في أعلى الصفحة، تقول ساعات قبل زيارة الوزير الأول التونسي إلى الجزائر يوسف جمعة، الوزارة وزارة السياحة الفرنسية تلغي ضريبة الدخول بالنسبة للجزائريين للأراضي التونسية. إذن لمناقشة أبرز هذه العناوين ينضم إلي من الجزائر المحامي والناشط السياسي طارق براح. بعد الترحيب بك أستاذ طارق، ربما نعود إلى تصريحات سعداني في ندوته الصحفية، الكثير من الحبر سال حول هذه التصريحات، من بينها قلم عميد الصحفيين الأستاذ سعد بوعقبة الذي يقولون أنه وصف وأضفى على أويحيى وصفا دقيقا، حيث قال أن تصريحاته تشبه ذلك السمكة المطلية بالصابون. ما رأيك؟ مساء الخير أخي عادل، مرحبا بكم وتحياتي موصولة إليكم وإلى كل المشاهدين الداخل والخارج. بالنسبة إلى ما قاله الكاتب الصحفي أستاذ بوعقبة حول التصريحات أحمد ويحيى، يبدو بأنها دقيقة جدا، لأنه يعني لم يعرف لهذا الشخص أحمد ويحيى، لم يعرف له عبر تاريخه حسما بالمواقف وتمسكا بالمواقف ثابتة، لم يعرف عنه ذلك، لم يعرف عنه نصرة القضايا العادلة، لم يعرف عنه كذلك، يعني دائما هكذا هو يضع نفسه ويضع تصريحاته دائما يعني في الوسط. ها هو يعني يتخلى عن الجنرال توفيق، يعني لا الذي كان يعني يروج هنا وهناك انه مقرب منه وانه يعني تلقى الاوامر مباشرة منه، ها هو يتخلى عنه يعني بكل أريحية، ويبدو لي أنه كذلك لم يفسح عن ميله إلى الجهة المقابلة، وضع نفسه في الوسط لا مع هذا ولا مع ذاك، وهذا يعني بالنهاية في قراءتي الشخصية على الأقل يعني هي صحيح كانت استاذ طارق بن راح، هي صحيح كانت ندوه صحفيه وتلقى عده اسئله من صحفيين، بينها سؤال الصحفي عبد اللطيف بالقايم حيث قال له هل للدوله نيه في تطبيق القوانين، لكنه كما ذكر سعد بوعقبه سمك وتفلت ولم يجيب عن السؤال. الان بما أنك محامي وقريب من سلك القضاء، هل للدولة فعلا نية في تطبيق هذه القوانين؟ لأن التصريحات في الأخير تصريحات سعداني خطيرة جدا. هو التصريحات يعني سعداني تبدو لي أنه يعني قد أخطأ خطأ فادحا عندما صوب سهامه نحو عائلة باسمها، عائلة الأمين العام السابق وغريمه عبد العزيز الخادم، وبالنهاية تسرع عنه وبالنهاية خطأ فادح، يعني كما دأب على أخطائه المتكررة والمتعددة، هذا تهور سياسي ينم عن ضحالة في المستوى التعاطي مع الأزمات، هذا غراء، هذه عشوائية والتصريحات يعني زيادة على انتقاده وقذفه بالخادم. هناك قضايا المتهمين والمسجونين حاليا في قضية غردايا، سعداني يتهم مباشرة الجنرال توفيق بما أنه هو الذي أثار الفتنة في غردايا، والمحامي صالح دبوز أودع طلبا بذلك. هل ستتحرك العدالة فعلا؟ هل ستطبق القوانين؟ هذا هو السؤال. لن تطبق القوانين، وأنا هنا أطرح سؤالا على عمر سعداني وعلى الدولة الجزائرية، إن كانت هناك أو يعني على ما بقي هناك من دولة،
يعني اذا كان كمال فخر الدين عن جهه بنزار والشاب الاخر لا يحضرني اسمه عن شعب في السجن ونشطاء في السجن وفي نفس الوقت جنرال طفيق هو اللي فجر جردايا، ماذا يفعل هؤلاء في السجن اذا؟ هؤلاء هم يعني على اعتبار تصريحات شعباني هؤلاء هم يعني لا علاقة لهم بهذا هذا الأمر. وحسب ما فعل الزميل صالح دبوز عندما اتجه إلى قاضي التحقيق يعني يطلب أو الإعلام يطلب فتح تحقيق يعني مباشر في القضية لأنه بيصفه يعني محاميا لهؤلاء النشطاء. كذلك تبدو تصريحات أحمد أويحيى يعني يريد من أراد من ورائها يعني افتكاك الأضواء واغتنام فرصة يعني انهيار السهم سعداني عبر تصريحاته الأخيرة ومن خلال تصريحاته الأخيرة، ولكنه يبدو لأنه فشل ذريعا شيء. طريقة أخرى أفلت بها ويحيى من الجواب الصحفي عن جريدة الحوار، قال له يعني بصريح العبارة سلمني على سعداني، في إشارة إلى أن الحوار يمولها سعداني، يعني هل سيتحرك محمد يعقوب يعني في هذه القضية؟ يعني كنا يتحرك يعني محمد يعقوب عبر القضاء سيلقى نفس مصير يعني القضايا يعني الشكاوى الاخرى المتعلقه بهؤلاء يعني صفوه القوم واقل يعني حظوتهم، هؤلاء هم فوق القانون لا يعترفون بالقانون، القانون فقط يطبق على الضعفاء منا ومن عموم الشعب الجزائري، ولكن صفوه القوم وحظوتهم وها هي يعني الفضائح كل الفضائح تنفجر تباعا وليس اخرها هذا المصنع مصنع الامونيات الذي تسبب يعني في فساد وانهيار يعني تام حتى يعني ابجديات العمل الاقتصادي. هؤلاء هم جماعه هم شرذمه تنهب يعني ثروات الشعب الجزائري. استاذ طارق، سياده على الجنرال حشيشي، هل من اسماء اخرى متورطه في قضيه مصنع الامونياك؟ ماذا حصل فعلا يعني؟ مصنع الامونياك يعني حتى تحرك القضاء الاسباني ومدد اختصاصه الى القضاء الجزائري ليستمع الى مجموعه من كبار المسؤولين، هذا على الاقل ما ورد في صحيفه الخبر. نعم. وهو تقرير محترم يعني تصفحته كبقيه الجزائريين، ولكن لا تحضرني هناك اسماء يعني عديده. نعم. منها جنرالات ومنها يعني حتى يعني وزراء ممكن سابقون، ولكن نترك يعني الامر للقضاء الاسباني حتى يعني يرينا ماذا فعل مسؤولون بثرواتنا وباموالنا. تصفيات تأهل لمونديال روسيا، الخبر دائما تكتب وتقول أن السوق السوداء هي التي تفرض نفسها في قضية بيع التذاكر، يعني نفس المشكل، يعني الفيدرالية لا تستطيع التحكم حتى في قضية تذاكر ملعب مصطفى شاكر. نعم، والفيدرالية أخي عادل ليست بدعا من بقية مؤسسات الدولة، هناك انفلات وترهل، سوق موازية في كل القطاعات ليس فقط في قطاع الرياضة وإنما في بقية القطاعات، والفيدرالية هذه هي جزء من المؤسسات الجزائرية يدب فيها الفساد وتنهب أموال الشعب الجزائري كبقية المؤسسات. يعني أقول لك أنه إذا وصل الفساد إلى هذا مثل هكذا من قطاعات مثل الفن والرياضة فقر على البلد السلام. نعود إلى عنوان في لو كوتيديان دورون، 54 حراق أوقفوا بوهران، ممكن أن نقرن هذا العنوان بعنوان الخبر حيث يهدد أو يحذر البنك العالمي، يقول أن فيه سنة صعبة للجزائر، هل فيه زوارق أخرى ستغادر الجزائر؟ لن تتوقف الزوارق ويحضرني رقم سمعته منذ ثلاثة أيام أنه من مدينة عنابة وحدها في ظرف سنة
تقريبا سنه، خرج اكثر من 170 سفينه، يعني قارب كبير، يعني 170 من عنابة، وهي يعني 56 من وهرن، ومستغى منه ومشلف ومن سكيكدا ومن كل يعني ولايات الجزائر. يعني هناك نزيف للطاقه الشبانيه في الجزائر، نزيف رهيب. هؤلاء اخي عادل استبدوا بالشعب الجزائري، نهب ثرواته، يعني يمارسون عليه كل انواع التسلط والظلم والحقره والتهميش. هؤلاء لا يلتفتون لا الى شباب ولا الى شيوخ ولا الى اطفال، ها هم يعني الاطفال ما زالوا يختطفون، ما زالوا يذبحون ويرمى بهم في الاوديه. اخي عادل، نحن نعيش جحيما في الجزائر، ما بعده جحيم مع هؤلاء الذين يعني، لكن هؤلاء المسؤولون يعلمون بهذا الجحيم ويحذرون منه. يقول الجزائر تمر بظرف صعب جدا، لكن في المقابل يقول ان الآرندي جاهز لخوض التشريعيات القادمه. نعم، هو جاهز لخوض التشريعيات القادمه كما كان جاهزا في خوض التشريعيات الحارثه والتشريعيات التي قبلها. هذا الذي يتكلم عن المأساة الجزائرية هو جزء منها، ويتحمل نصف المسؤولية على ما لحق بالجزائريين. يعني حتى يعني بخل الجزائريين في اليأور، فما بالك يعني كما ورد في الخبر. هو لقد فقدنا الزميل طارق مراح المحامي والناشط السياسي، نشكره على كل حال. ننتقل بكم مشاهدي الأفاضل إلى الصحف التونسية. معنا من هناك غفران الحسيني، أهلا بك غفران. أهلا زميلي عادل، أحييك وأحيي كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الصباح التي اهتمت بموضوع المالية العمومية في تونس تحت عنوان تصدر الصفحة الأولى: المالية العمومية على كف عفريت والإنقاذ ممكن، حيث كتبت الصحيفة أن موضوع الضغط على كتلة الأجور أثار على مدى الأيام الماضية ردود أفعال متباينة ازدادت تناقضا مع تزايد التجاذبات والتصريحات التي ألقت بظلالها على الشأن الوطني، لا سيما أن الملف يرتبط بالتزامات الحكومات السابقة مع صندوق النقد الدولي. الزميل موجود معنا غفران؟ أظن أننا فقدناه الزميل غفران الحسيني. لا علينا، نشكره على كل حال على هذه القراءة السريعة في الصحف. ننتقل بحضراتكم مشاهدي الأكارم إلى ركن الكاريكاتير وأهم الرسومات التي اخترناها لكم، تابعوا معنا. نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.